مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة إكسترا شيف اللي راح نكون معكم أنا شيف مراد والدكتورة سميرة. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بالمشاهدين تاعنا في العدد الجديد، وهذا الخطرة راهين أنا رايحين نخصوه للرياضيين. وأنا ما نطولش عليكم، نروح نشوف واش عندي في الوصفة تاع اليوم. في الوصفة تاع اليوم راح ندير كروكات تاع الدجاج، ورايحين نديروا وصفة خاصة بالرياضيين اللي هي سلطة تاع مقارون خاصة بالرياضيين. نروح نشوف الوصفة تاع اليوم. بالنسبة للكروكات تاع الدجاج، عندي دجاج مرحي، صدر تاع الدجاج مرحي، عندي لاشابلور، عندي البيض، وبالنسبة للصوص عندي بصل وحبة ثوم، وعندي صدر تاع الدجاج مقطع، وعندي الفرماج باش نخلطو هنا في الدجاج تاعي المرحي. وانا نروح ندير أول خطوة. عندي أربع حبات تاع فرماج نخلطهم معاه، فوالا. عندي ندير حبة صفار تاع البيض، ندير غير الصفار، فوالا. على كل حال هما الرياضيين ماحش يضرهم الصفار، ما لازمش ياكلوا غير الابيض وحده كيما ما عارفين نشوفوهم يديروا. نزيدوا شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل كحل، ونضيفوا له المعدنوس ونخلطوهم مع بعضهم. من المستحسن ان نخلطوهم بيدينا خير، باش ينطموا مليح. فوالا. بالنسبه كيما كل السلطه تاعنا نحطوا الماء تاعنا يغلي، عمري لي هذه بالماء، نستناو الماء حتى يغلي، ونحطوا المقارون تاعنا يغلي. فوالا. هاد الخطره راح نستعملوا ملا عجائن كامله. عجائن كامله دوك نجيبهم لك الملا، خاطرش منتوج اكسترا عنده عجائن كامله. المنتوج تاع اكسترا العجائن كامله تاعو فيهم خاصيه مليحه، فيهم تقريبا 10 غرامات تاع الالياف، فيهم حوالي 13 غرام تاع البروتينات، وتقريبا 71 غرام تاع الجلوسي تاع الكربوهيدرات اللي هما راهم رايحين يعاونوا باش يريكيبيريو. الخلطه تاع الكروكات تاعنا راهي واجده، الماء تاعنا نخلوه حتى يغلي، نديروا له شويه تاع زيت وشويه ملح، ونحطوا المقارون تاعنا هذا نغلوه حوالي من 8 حتى 10 دقائق. اعزائنا المشاهدين نقول لكم ما تروحوش بعيد، نعاودوا نتلاقاو بعد هذا الفاصل. إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام. بعد ما الماء تاعي اغلى، نروح نحط المقارون تاعي اللي راح ندير بها السلطه تاعنا، نحطه يغلي كما قلت لكم حوالي من 8 حتى 10 دقائق. فوالا. وليكوات تاع اكسترا شيف فيهم القمح اللي نستعملوه فيه بزاف حم امينو، اسمه فيتامين اللي يعاون لينيوس خاصة للرياضيين باش يعتني بالعضلات تاعهم وباش يطلعوا العضلات كي يديروا الرياضة، ما من الفاصون اللي يدير لي زاتلات. فوالا. زيد جيبي لي معاك الفارينة. نروحوا نديروا لاصوص تاع لي كروكات تاعنا. انت خيرت الصدر تاع الدجاج. وي درتها بالصدر تاع الدجاج. اول حاجه نديرها نشعلو على هذيا صدر تاع الدجاج 100 غرام، فيه تقريبا 21 غرام تاع البروتينات. نديرو شويه زيت، صافي تحمر لك كروكات فيه. لا هذه ندير لاصوص تاع لي كروكات تاعنا. لاصوص كل واحد باش يديرها، واحد يديرها بالحميصه، واحد يديرها بزيتون اشي. نقلي فيها
البصل والثوم. هي بصح للرياضيين مليح يديروها بالحميصه خير باسكو فيها بروتينات اكثر. وطبعا كياكلوا الصدر تاع الدجاج ومعاه يكونوا في حضرين لي بات كومبليت العجين كامله تاع اكسترا راح يستفادوا اكثر من البروتينات. يعني تقريبا لو كان 100 غرام منها و100 غرام منها ديجا عندهم 35 غرام تاع بروتينات. صافا ياكلوا اكثر بيان سور على حسب الحاجه تاعهم. بعد ما يتقلى لنا البصل شويه نحطوا صدر تاع الدجاج كنا قطعناه لي مورسو صغار. رمدوها في الفارينة، زيدوها في البيض ومن بعد في لاشابلور. طبعا كما قلت البيض لازم تتناول الصفر والبياض تاع البيض ماشي كل واحد وحده ولا البيض وحده. هكذا ومن بعد نديروها في لاشابلور ونقليوها حتى تحمر. هذه نحركها لك باش ما تحرقش. الزيت تاعنا بعد ما سخنت نحطوها تقلي. أعزائنا المشاهدين نقول لكم ما تروحوش بعيد، نتلاقاو بعد هذا الفاصل. مع إكسترا لم يكن الطهي وصنع الحلويات بهذه السهولة من قبل. عملية في الطهي معها ستبدعين في التحضير. فليكن مصدر إلهامك كل منتجات مجموعة إكسترا. إكسترا سيت إكسترا. عودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام. الكروكات تاعنا بعد ما قليناهم وطبطنا لاصوص تاعنا هاي النتيجة. بالنسبة للسلطة تاعنا المقارون تاعنا صفيته ودرت له شوية ما برد حتى برد. دروك نروح نخلط له المكونات اللي عندنا. هنا عندي طماطم سوريز وعندي فلفل طرشي بثلاث الوان. الفرق بيناتهم الاخضر في الفيتامين سي والاصفر في الفيتامين ا كيما زروبيه. نزيد نحط المايز تاعي ونزيدو الفيجل تاعنا ونخلطوهم مع بعضهم. الطبيبه واش من فينيغرات نقدروا نديروها لهذه السلطه هذه يعني باش تبقى في شغل صحيه وتبقى خاصه كيما هي؟ من الافضل نخلطوها بزيت الزيتون والعصير تاع الليمون خير ملي نستعملوا الخل. فوالا نخلطوها مليح
اللي يحبوا يزيدوا لها شويه تاع الموطه باش تطلق البنه معليش. اسكو الا ما ياثرش عليهم ما ياثرش عليهم. نخلطوها مليح ونزيدوا الزيتون تاعنا نديروه من فوق. فوالا على كل حال هاد السلطه اللي درتها راهي متنوعه فيها كامل الفيتامينات والالياف بروتينات والكربوهيدرات يقدروا يريكوبيريو بها لي سبورتيف مع لي زاتلات. اعزائنا المشاهدين السلطه تاعنا راهي واجده. نخليكم مع نصيحه اليوم. نصيحه اليوم اللي نقدمها لي سبورتيف، اولا ما لازمش يكثروا من المواد الحامضه بعد ما يديروا لونطريمون تاعهم، كيما نقولوا مثلا ياكلوا الخل ولا ياكلوا الخبز هذاك الابيض ولا ياكلوا اللحم اللحوم الحمراء كيما شفنا اليوم الشاف راهو دار ديك خوكات باللحوم البيضاء معناتها الدجاج ولا ديك الرومي ولا غيرها. الحاجه الثانيه نقول لهم باللي كي ياكلوا الشوربه تما بعدها لازم يروحوا يونطريو من بعد مو لونطريمون تاعهم باش يقدروا ياكلوا الدوزيام بلا اللي لازم يكون من بينه كاين حساء الخضر المتنوعه ولا تكون فيه سلطه كيما هذه. المهم لازم يكون فيه الخضر عاد الفيتامينات والمعادن اللي فيه باش يقدروا يريكوبيريو. وما علينا غير نقول لكم صحه فطوركم صحه صحكم. سلام.